حلوه بدايه انستغرام مسوي لنا فصلات وكذا نبي نصير زي العالم ان نشتهر بفصل وكذا. رحت محل مفروشات شفت لي واحد انا اول شيء مع امي كذا ما ابي اصور نبي نشتري وهذا شفت لي واحد باكستاني ما شاء الله طويل وجسم ويا ولد يده كذا يوم سلمت عليه يعني ولا شيء عنده خباز اي رحت وديت امي قلت هذا بفصل عليه الحين بيجي اكيد انه يضحك لانه كان يضحك معي وانا اجي واسوي صديق ما ادري شو تعرف اللي صار انستغرام بنزل ويمسك وايش مشكله يقول وطالع انا حسبه يمزح يعني والله كذا ايش مشكله صور هذه قلت لا انا كذا انا بس اقول له زي كذا يعني اشرح له الحاله اللي ما يبي يفهم هذا ودي نت انت ما ادري ايش والله ما في مشكله نت هذا انت ودي برا هذا ويتجمعون كذا الباكستانية انا معي واحد واحد واقف اخر شيء طالع عنده ايش تبي ايش تبي يسوي انا احسبه عاد اللي كان الدخان ويدفع ويمسك ايش مشكله والله يا وليد النيدو اكبر من جسمي كذا ويمسك من هنا كذا تخيل مسكه كذا ايش كانه علق ايش مشكله يقول لي كذا ايش مشكله اي معلق على ايش مشكله قلت والله كذا كويس كذا قال جيب جوال يسحب الجوال اي والله يسحب الجوال من عندي كذا هو يحذفه كذا هو يلا ودك قسم بالله لا اجلسك واصورك انت بهالوضعيه هذه هذا لا ايش مشكله لا عاد ابحرقه يا ولد هذا ايش بلا هذا اجل خوي عاد شاهد لا ما نسمعك المصيبه مو هنا جيت لاخوي مصور الوضع كذا هذا اللي يستهر هذا اللي يستهر ما هو استهبال بس طلبت والله بغيت تقول ما امسك والله اقسم بالله ما امسك يا ولد تكفى يا ولد تكفى باكستاني لا خوي مصور مصور طلع مصور وضعي انا وياه قال باكستاني يمزح لا قلت له تكفى ابن الحلال اقول كاس والله يا محسن شفت يده والله انه ماسكك كانه ماسك جسمي كله اسمع قد كذا كذا يا ولد كذا 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 مجيد انت ايش هات ساعتها مجيد اللي صفق الباكستاني اي انا على كذا بس